أهلا بيكم طلابي وحبايبي، طلاب الصف الثالث الثانوي، وحشتوني كتير جدا جدا جدا. ده شباب إجابة البوكلت الرابع في مادة الفلسفة والمنطق. طبعا اللي انتوا شايفينه ده البوكلت التاني، بس أنا بقول البوكلت الرابع من حيث ترتيب الفيديوهات اللي أنا بنزلها على الصفحة عندي. بطلب من حضراتكم حاجة صغيرة، إن انت وانت بتتفرج على الفيديو توقف السؤال والإجابة وتفهم السؤال وتحفظ الإجابة أو تفهم الإجابة، وبعد كده تشغل الفيديو وتنتقل للسؤال التاني عشان تستفاد استفادة كاملة من الفيديو. ويا شباب الفيديو ده أنا تعبت فيه جامد 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 جامد، فبطلب من حضراتكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتعمل مشاركة، أهم حاجة تعمل مشاركة مع كل أصدقائك وأصحابك. وإن شاء الله يا رجالة في خلال ال10 أيام اللي جاية هبدأ أنزل مراجعات فلسفة ومنطق ومراجعات علم النفس واجتماع صوت وصورة، وكمان هبدأ أحل النماذج ديت برضو صوت وصورة. بس أنا نزلت البوكلتات ديت عشان خاطر تبدأ تحفظها، عشان لما أجي أراجع معاك النماذج ديت تبقى أنت فاهم أنا بقول إيه. ماشي شباب، فبطلب من حضراتكم تعملوا اشتراك وتعملوا لايك وتعمل مشاركة للفيديو مع كل أصحابك وأصدقائك، وأتمنى لكم الاستفادة الكاملة من النموذج ده. يا شباب أخوكم الكبير تامر التوني على قناتي كن فيلسوفا مع التوني، وأشوفكم إن شاء الله على خير في المراجعات، واسيبكم تكملوا المراجعة وتستمتعوا بيها، او اسيبكم تكملوا حل النموذج. النموذج ده يا شباب تعبت فيه طحن بجد، تعبت فيه جامد جامد جامد، ويا رب اشوف كده دعواتكم ليا في التعليقات. لو اي حد عنده اي سؤال يبدأ يسأل وما يتكسفش مني، انا اخوك مش مدرسك، لا انا اخوك الكبير. قشطة يا معلم، ربنا يا رب يكرمكم ويوفق الجميع. يلا كملوا حل النموذج.